دلوقتي اول ما بنقرب من امتحانات او بنقرب من بدايه دراسه يعني خلاص بقينا متمرسين في اصول الشائعات وبنعرف نتعامل معاها ازاي. يعني اول ما بنلاقي اشاعه عملت راي عام زي ده على طول من خلال الاجهزه وغرفه المتابعه اللي موجوده في الوزاره بتطلع نفي فورا علشان يعني اللي عنده اغراض بنقدر نوقدها في البدايه. فيعني ده شيء احنا متعودين عليه وده قدرنا في دوله بتحارب ارهاب وبتحارب ارهاب داخلي وبتحارب ناس يعني غاويين شائعات لاغراض طبعا فيها تدمير وفيها تغيير للعقول وتغيير في الراي العام ومزاجه. يعني متعودين على كده الحمد لله بنقدر نتعامل معاه. هل حقيقه ما نسب انه حضرتك حولت جميع مستشفيات الجمعيه مستشفيات عزل؟ لا طبعا الكلام ده كله غير حقيقي. ده احنا يعني اول امبارح كمان كان عندنا المجلس الاعلى للمستشفيات الجمعيه وكنا اخذنا قرار زي ما احنا متعودين في الظروف اللي احنا فيها ان مستعدين من شهرين للموجه الثانيه وكنا عاملين الخطه وموضوعها. مجرد طلعنا الخطه وراجعناها مع كل مديرين التنفيذيين في المستشفيات علشان نفتح ال 25 مستشفى اللي احنا كنا موجودين فيهم في المرحله الاولى ونبقى الأطقم الطبية جاهزة. وكنا الحمد لله عندنا الخزين بتاعنا والتكليف من سيادة الرئيس من دولة رئيس مجلس الوزراء من خلال لجنة الأزمة إن احنا كل المعدات والمستهلكات تكون كفيانا شهرين لقدام. الحمد لله الأدوية وكل ما تحتاجه التعامل مع الأزمة على قدم الوساق. كل اللي عملناه إن احنا علشان نطمن الناس احنا فتحنا مستشفيات أكثر في نطاق القاهرة الكبرى وفي نطاق كل المحافظات. زودنا الأقسام الخاصة بالأطفال علشان أيضا إذا كان في أي أطفال عندهم احتياج للعزل نتيجة أمراض مزمنة أو أمراض مناعية يبقى احنا مستعدين ليهم مع التأكيد على الطواقم الطبية وتدريبها. فإحنا مستعدين لأن طبعا احنا العالم كله بيشهد وإحنا جزء منه زيادة في الأعداد احنا كلنا بنحضنها. فبالتالي التعامل معها دايما بيبقى من خلال العمل المؤسسي والتنسيق مع وزارة الصحة ولجنة الأزمة احنا بنبقى مستعدين. عندنا نسبة اشغال تقريبا قد ايه في المستشفيات الجمعية؟ يعني بالنسبة للأسرة العادية وصلنا لحوالي 60-65%. بنتكلم أيضا بالنسبة للعناية المركزة حوالي 50-55%. أجهزة التنفس الصناعي ما تزيدش عن 15-18%. سيادة الوزير، هل الوضع النهاردة بنتكلم عندنا سلالة جديدة ظهرت ولا مش موجودة ولا عندنا